أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيف البرنامج القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا. يا مرحبا. أهلا. نشارك معكم في هذه الحلقة رسالة وصلتنا من هولندا. تقول كاتبة هذه الرسالة الأخت ميري أو ماري: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحية طيبة إلى الإخوة الأعزاء والمسؤولين والعاملين في قناة الحياة. نشكر الله على قناة الحياة التي تذاع في خلالها هذه البرامج الرائعة، وخاصة برنامج أسئلة عن الإيمان والذي يقدمه الآب الكريم القمص زكريا بطرس والأخ محمد، والذي أصبح من أهم برامج الذي نتابعه كل يوم ولعدة مرات في اليوم الواحد. إنه حقا برنامج رائع، لقد تعرفنا من خلاله على كثير من الأمور والأسرار التي كانت غامضة وغير مفهومة بالنسبة لملايين من الناس. ليبارككم الله ويبارك عملكم هذا، ودمتم سالمين بحماية الرب. أسأل الله أن يمدد في عمركم وعمر برامجكم الذي لا أريد له النهاية. وأخيرا أرجو أن ترسلوا لي نسخة من كتاب أولاد إسماعيل، وتقبلوا مني فائق الشكر والاحترام، أختكم ماري. نتأمل أن يكون وصلك كتاب أولاد إسماعيل. كتاب أولاد إسماعيل يحكي قصة الواقع لأناس نظيري كانوا مسلمين والآن مسلمون حقيقيون. نعود إلى التكلم عن أسبقين أصبحوا مسلمون وبعدين أصبحوا مسلمون حقيقيون، أي سلموا إلى الله يعني أمنوا المسيح وقبلوا الخلاص في شخص الرب يسوع. نعود إلى تحدث عن كتاب عتاد الجهاد، حيث تطرق مؤلف الكتاب أحمد ديدات عن خرافات غير معقولة، ويقول ويتهم الكتاب المقدس أن فيه خرافات كثيرة غير معقولة، فهل لك أن ترد على هذا الاتهام؟ الله يرد على الاتهام ويدافع عن حقه. الشيخ ديدات قال بالنص كده في الكتاب صفحة 14: هل يعقل أن تكون موجودة بالكتاب المقدس الأتان التي تكلم على نحو ما ورد بسفر العدد؟ فلما أبصرت الأتان ملاك الرب وربضت تحت بلعام وضرب الأتان بالقضيب، ففتح الرب فم الأتان فقالت لبلعام: ماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن 3 دفعات؟ الحقيقة أن الأتان تكلمت. أي هو بيعترض على كده، يعترض على هذا. في يعني الفكرة الروحية اللي موجودة في هذا الموضوع مع بلعام، ليه حصل كده؟ نعم، بلعام كان نبي. نعم، وبعدين دعاه ملك عشان يلعن شعب الله. نعم، فرفض في الأول، بعدين عندما أغراه بالمال لم يصغي لصوت الله، وانطلق في طريقه إلى هذا الملك ليلعن شعب الله. لم يصغي لصوت الله، لم يطع الله وأطاع الملك. وأطاع الملك. نعم. وأطاع الفلوس أهم من كل ده. نعم. لأنه هو كان الفكرة المادة. نعم. فمشى في الطريق، وبعدين الله أرسل له ملاك عشان يحجزه ويمنعه. نعم. ما شافش الملاك لأنه خلاص بصيرته انقفلت، فلم يرى شيء. البصيرة الروحية اللي كانت عنده من أجل الحياة اللي كان عايشها مع ربنا اتقفلت. نعم. فحتى ما شافش هذا الملاك واقفا أمامه بسيف. الحمار شاف، أتان يعني حمارة شافت، فحبت تتفادى الملاك اللي وقف في السكة، فدعست أو زنقت النبي رجل النبي في حائط، فحب النبي ضربها بالعصاية، وأعطى الله للأتان أنها تتكلم. عادهم. ففتح الرب فم الأتان. فتح. نعم. فالأتان رغم أنها بهيمة فتحت عيناها لترى وتكون أكثر وضوحا من نبي عمت عينيه المادة وعدم طاعة الله. وياما ناس بيشبهوا مثل هذا النبي. نعم. وياما ناس. فماذا يقول أحمد ديدات عن هذا الموضوع؟ مش عاجبه. يقول لك إزاي حمارة تتكلم يعني. فهو يعترض على أن الأتان تكلمت بالضبط، لكن النص يقول فتح الله
حسام الأتان. وهو غطى الحاجات دي زي ما بيغطي بيعتم على الأمور. لكن المشكلة مش في كده. مشكلة أيضا المترجم تدارك. لأن المترجم عربي. ديدات ما هوش عربي ما أراش كل فتدارك المترجم فقال إيه؟ ليس هذا شبيه بدابة الأرض. بدابة الأرض. التي ورد ذكرها في القرآن. وإذ وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. سورة النمل 82. دابة. إيه الدابة؟ تفضل. حب إن احنا نوضحها للجهة. تفضل. بعد إذنك. جاء في تفسير ابن كثير والقرطبي عن هذه الآية من سورة النمل آية 82 وموجود على الإنترنت. الاثنين أورد عن هذه الدبة ما يلي. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال إنها دبة لها ريش وزغب وحافر وما لها ذنب ولها لحية. وقال ابن جريح عن أبي الزبير أنه وصف الدبة فقال رأسها رأس تور وعينيها عنين خنازير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن إبل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هر قطة وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم معير بين كل مفصلين 12 ذراعا تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان. فلما يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى للمؤمنين نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان فتفشو تلك النكتة حتى يسود بها وجهه حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق بكم ذا يا مؤمن بكم ذا يا كافر. علامة يعني كل هذا يصنعه الحمار حسبي حضرتك فيعرفون مؤمنيهم من كافرهم. ثم تقول لهم الدابة يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار. فذلك قول الله تعالى إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هو الدابة ممكن تتكلم بإذن الله لكن دابة لها صدر أسد وإلى آخره أمور عجيبة تستحق العجب. خيال. خيال بدوي. نعم. المهم نعود الى المترجم وبيقول ان اوعى حد يفتكر ان دي زي الدبة الاتان دي زي الدبة. ليه يا عمو؟ قال لك ان الكلام يعلل الفرق بانه كلام دبة الارض يقول لك دي من علامات قيامة القيامة اذ تتبدل الارض غير الارض وتتغير نواميس الطبيعة لقيام القيامة فهل قامت القيامة عشان خاطر الاتان تتكلم. وهنا بنقول للمترجم الموضوع مش بالبساطة ديت مش توتة توتة خاصة الحدوتة. لا عزيزي الموضوع لازم تفهم وتقدر هناك قدرة إلهية تستطيع أن تعطي للدب أن تتكلم فتعطي للاتان أن تتكلم وهناك توقيتات زمنية عايزة تتكلم في الظروف ديت أو في الظروف ديت أيام القيامة على حد سواء. المهم قدرة الله تخلي الدبة تتكلم ولا لا تتكلم. طب وإيه المانع أنها تخلي الأتان يتكلم؟ مش كده؟ نعم. المهم قدرة الله. طب وإيه رأيه هذا المترجم العزيز في كلام الهدهد وكلام النملة لسليمان ومع سليمان؟ ماذا عن الهدهد ونملة سليمان؟ ده في القرآن. نعم. شوف عزيزي في سورة النمل آية 27 أي 17 إلى 28 ما يلي سورة النمل أي 17 إلى 28 نعم. النملة تتكلم وتقول إيه وحشر لسليمان جنوده من الجن ده القرآن بيقول والطير فهم ينزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. طب النملة بتكلم اخواتها النملة معقول بينهم بعض لغة مش قضية يعني نعم. على كده لكن شو بقى فتبسم سليمان ضاحكا من قولها
سليمان فهم سليمان كان يسمع النمل نسمع سمع النمل وفهم كلامه. طيب دي حاجه. الهدهد بقى تفقد الطير سليمان تفقد الطير دي برضه في صوره النمل سليمان تفقد الطير الطير نعم. فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لا اعذبنه عذابا شديدا. ليه عمل ايه غاب عن حضره الملك او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال احط الهدهد ده بكلم سليمان احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طبعا احنا مش هنقدر نفسر الكلام ده لكن بنرجع للمفسرين ونشوف رايهم. تفسير ابن كثير يقول لك فمكث الهدهد غير بعيد اي غاب زمنا يسيرا ثم جاء فقال لسليمان احط بما لم تحط به اي طلعت على ما لم تطلع عليه انت ولا جنودك وجئتك من سبأ بنبأ يقين اي بخبر صدق حق يقين وسبأهم ملوك اليمن. فاجاب سليمان سليمان بقى بيكلم الهدهد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فإلقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. الديدات والمترجم قروا الكلام ده مش أتم بتتكلم زي دبة الأرض ده الهدهد والنملة وقرأ ديدات حكاية حمار بيتكلم حمار الحمار يعفور. ماذا عن حمار يعفور؟ دي قصة غريبة قوي وعجيبة خالص. قصة يعفور حول حمار يعفور اتذكرت في كذا مرجع عشان ما يقولولناش ايه من صنعك من صنعك. ابن كثير في كتاب البداية والنهاية جزء 6 صفحة 158 وفي ابن الأثير في أسد الغابة والذهبي في ميزان الاعتدال والحافظ ابن حجر في لسان الميزان وفي الفتح 6 آية 70 وضع 70 صفحة 70 والسيوطي في اللآلئ المصنوعة جزء أول 276 وصحيح البخاري أيضا صحيح البخاري حديث 2856 والبخاري بوب له كده باب اسم الفرس والحمار. ما هو النص الحديث نفسه؟ أقول لك نص الحديث نعم. يعني في مراجع تانية مش لازم أقولها يعني نعم. الباحث يقدر إليها. عن أبي منظور لما فتح الله على نبيه خيبر النبي خيبر لا نعم. النبي فتح خيبر بتاعت اليهود نعم. الجزيرة العربية نبي محمد يعني نعم. أصابه من سهمه 4 أزواج نعال طلع من نصيبه 4 جزم للنبي للنبي نعم وأربعة أزواج خفاف يعني خف كده يلبسه نعال مش زي الجزمة يعني وعشر أواقي ذهب وفضة ده المفيد خلاص. والأهم من كده بقى حمار أسود كلام ده في الكتب الإسلامية والمحاضر اللي تلف عليها. قال فكلم النبي الحمار ها فقال له ما اسمك يا حمار ما اسمك؟ فقال الحمار اسمي يزيد ابن شهاب. حتى الحمير لها اسماء له اسم شهاب شر البلية شر البلية ما نعم. اخرج الله من نسل جدي 60 حمارا. مين اللي بيتكلم هنا؟ الحمار الحمار يتكلم له اصل وجد و... 60 حمار نعم. كلهم لم يركبهم الا نبي 60 نبي ولم يبقى من نسل جدي غيري يا حرام ولا من الأنبياء غيرك وأتوقعك أن تركبني. يعني الحمار يشهد للنبي الآن بيقول لي. وكنت قبلك لرجل من اليهود وكنت أعصر به عمدا. شوف المكر بتاع الحمار يقعد وكان عشان يهودي وكان يجيع بطني ويضرب ظهري. فقال له النبي قد سميتك يعفورا يا حمار. خذ بالك بعدين ندابة يا يعفور. فقال لبيك. سؤال بقى في منتهى الأهمية. نبي بيكلم حمار بمعجزة كبيرة فيسأل الحمار سؤال ماذا تنتظر أن يكون السؤال؟
يقول له ايه؟ اتشتهي الاناث يا يعفور؟ معلش ذكره قليل. لا استنى بس. انهم قد يقولوا ان هذا من اسرائيليات. ما هنشوف دلوقتي، بس خلينا نكمل الحكايه يا عمه. عمه محمد استناني يا ابني. قال انت خايف على مشاعرهم؟ انا خايف على هلاكهم. مش المشاعر، خايف على الهلاك الابدي. فقال رد بقى حته الدين، رد الحمار، رد ما ولا يقولوا حمار في الدنيا. عارف قال له ايه؟ قال له لا يا رسول الله. اني لا اشتهي النساء يا رسول الله. الحمار بيقول الكلام ده، بيقول للنبي لا اشتهي النساء، لألسان اناث، لا اشتهي الاناث، يعني ما دام الحمار يعني الاناث الحمير. وكان النبي يركب في حاجته الى اخره. طيب لما يعفور تكلم وما كانش في يوم القيامه، تستكتر ليه؟ الكتاب المقدس يقول الاتان تكلم ولا قال لها انت بتشتهي الرجاله الذكور ولا البتاع ده كلام في المليان، لكن خلصوا من هلاك مش كده؟ نعم. لكن هم البعض يقولون ان هذه كلها من اسرائيليات قالوها، كلمات فارغ، كلام فارغ يعني. صدقني يا اخ محمد قالوها. نعم قالوا هذه من اسرائيليات رغم كل هذه المراجع. نعم وقالوا اكتر من كده كمان، قالوا السنه بقى، قالوا ان الشيعه هم اللي حطوا الكلام ده انتقاما من اهل السنه، يعني منقسمين على بعضهم مش عارفين يرسوا على راي. قالوا وقالوا انه حديث موضوع مقطوع ممنوع مرفوع. نعم. ما دي ما فيش غير الشماعه دي. ويتهربون من الواقع المرير ولا ندري اين الحقيقه بين دفتي الكتب الاسلاميه. الا يشهد هذا الكم من المصادر الاسلاميه على صحه القصه ثم يشككون فيها؟ بودي انه يا ليت الداعي احمد هدايت كان يعني قرأ الحاجات، عفى نفسه من هالاشياء الشائكه اللي ما لها ليس لها طعم ولا تجدي من نفع اصلا. ولا جبتش الكلام ده، احنا نعم. عارفين الكلام ده من زمان، بس انا عمري ما قلته في برنامج من البرامج لان ما اقدرش اقوله، لكن هو سمح لنا. اذا لماذا لم تواجه احمد هدايت بكل هذه الحقائق؟ ما كنتش بواجهه ليه؟ السبب واحد، انني كنت في مصر المحروسه. مكمم الفم، مكمم الفم. انا دوبك رديت على كلام عن ايماننا التثليث والتوحيد وصلب المسيح والمسيح ابن الله، كلام عن ايماننا بس عشان اقتبست شويه حاجات من القران حطوني في السجن مرتين. في مصر؟ في مصر. بلدك انت مواطن في موطني مصر. سنه 1981 قعدت سنه تقريبا 318 يوم في المعتقل، ورجعوا تاني في سنة 89 برضو حطوني في المعتقل. فأنت الآن تريد أن تنتقم؟ لا أنتقم لا. وتعطي كلا الصعصعين؟ لا 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 لا. أنت طبعا بتتكلم بلسانهم، أنا ما أعتقدش أنك أنت بتقول كده من عندك، لكن أنت بتتكلم بتعبر عن رأيك. أنا أتساءل. أني أتساءل. نعم. أنت كمان. أنا أسأل. لا فقط. أنت تقول أني أتساءل برضو ولو واخد بال حضرتك. أنا لا أنتقم لكنني أحمل الحرية الآن. أنا إنسان في بلاد حرة، وبدافع الحب الكامل لهذه النفوس فأنا بقول الحق وبشهد للحق، لعل الحق يوما يسود في حياة هؤلاء الناس. أنا لا أهاجم المسلمين لأني أحبهم من أعماق قلبي. وأنا أتفق معك في هذا الكلام، وأدعو ندعو الله أن يأتي اليوم كي ما يكون هناك حرية الفكر في بلادنا العربية جميعا. أمين. كما في بلاد الغرب التي نتكلم عنها السلبية الكثيرة. هناك أيضا انتقاد خطير أثاره هدايت عن في الكتاب المقدس عن ولادة البنات ونجاسة الأم المضاعفة. موضوع شائك في الواقع ويحتاج إلى أن تلقي الضوء عليه لو سمحت. قال ديدات ولادة البنات تضاعف نجاسة الأمهات. ولادة البنات تضاعف نجاسة الأمهات، أي تزيد تزيد نجاستهم. نعم. وأضاف المترجم قائلا بعد أن ذكر الكتاب المقدس أنه بعد أن تلد المرأة ولدا تكون نجسة لمدة أسبوع. يقول الإنجيل والكتاب العهد القديم يعني، وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين. نعم. كما في طمسها تقيم 66 يوما في دم تطهيرها. ده اقتبس الكلام ده. اولا غلط، لان مقتبس بيقول لك لاويين، ولاويين ما هوش انجيل. لاويين ده من العهد القديم.
الأناجيل بالعهد الجديد. وما هو الصحيح؟ الصحيح اللي هو إيه؟ أن النجاسة لا تضاعف. النجاسة هي نجاسة، حتى نجاسة كده زي كل نجاسة لا تضاعف، لا تتضاعف، لا تضاعف. نعم. لأن هو بيقول تضاعف نجاسة الأمهات، غلط. نعم. النجاسة نجاسة. نعم. أخبر حتك. فلكن هو كان المفروض يقول تضاعف مدة التطهير. أه. مدة التطهير، لأن يعني ديت غير ديت، دي مفهوم ثاني غير ده. نعم. والأمر في روحيا مرتبط بإيه للعملية دي؟ بتذكر البشر أن حواء كانت سببا في الغواية، فكل ما تتولد واحدة يتذكروا سبب الخروج من الجنة، لا أكثر ولا أقل. لكن لما جه المسيح ومات على الصليب، مات على الصليب، نعم، محى كل شيء، محى كل نجاسة، وطهر الإنسان، لأنه الكتاب يقول دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطيئة. بعدين لما بيستهزئ بتطهير المرأة، طب ما هو ده موجود في القرآن، الناس دول ما بيقروش. في سورة البقرة آية 222، واللي ينساها يقول 222، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن. طب ما هو ما هو، وفي صحيح البخاري يقول يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، واحنا بنقول كده برضه، لدرجة عائشة قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب. ما بنقولش كده. ننتقل إلى أيضا موضوع يختص المرأة، حيث المترجم في الحاشية في نفس الكتاب تكلم ويقول يزعمون أن المرأة المسلمة مظلومة، ولكن الإسلام كفل حقوقها وحفظ لها كرامتها، فماذا ترد على هذا الكلام؟ كويس. هل فعلا كفل الإسلام حقوق المرأة وكرامتها كما يقول هذا المترجم؟ هل من كرامة المرأة أن يعتبرها الإسلام ناقصة عقل وناقصة دين؟ هل دي كرامة؟ هل من كرامة المرأة أن تضرب كالحيوانات لأي سبب من الأسباب؟ هل دي كرامة؟ هل لديك أي دليل على هذا الكلام؟ احنا دي حلقات طويلة كلمنا، أنا بس بجمع الحلقات. نعم. هل شهادة المرأة، أنا اتكلمت في حلقات عن كده، في أشياء أنت تكون متعارف عليها أصلا، هل شهادة المرأة مثل شهادة الرجل في الشريعة الإسلامية؟ لا، لازم اثنين مقابل رجل، ومش بس كده، ويكون وياهم راجل. نعم. يعني اثنين ومعهم راجل. نعم. لكن أربع نسوان يتفوش عن اثنين. هل من حق المرأة في الميراث مثل حق الرجل؟ أنا أعلم أن للذكر مثل حظ الأنثيين. صح. وهل المرأة تستطيع أن تأخذ مثنى وثلاث ورباع من الرجال زي حق الرجل؟ وهل تستطيع المرأة أن تطلق زوجها تقول له روح طالق زي ما هو عليها الحق في أنه يروح طالق؟ هل ستتمتع المرأة ب 72 حوري زي هو ما حيتمتع ب 72 حرية؟ يعني الرجل له 72 حرية في السماء، يعني أقل ما فيها، يعني إذا عندهم 343 ألف زي ما قلنا في حلقة سابقة. لا بلاش. هل كفل الإسلام للمرأة حقوقها وكرامتها ولم يظلمها بعد كل هذه الأمور الغريبة؟ إن كان أمر كذلك، فلماذا نرى اليوم بالبلاد العربية الصراع بين ما جاء بالقرآن والأحاديث وبين حقوق الإنسان وعلى الأخص حقوق المرأة؟ نعم. ليه الصراع في البلاد العربية بهذا الأمر؟ الإسلام هل فعلا لا يظلم المرأة؟ ده علامة استفهام كبيرة قوي، وعلى كل إنسان أنه يشوفها. أنا شخصيا أتساءل عن السبب الحقيقي لكل هذه المواضيع الشائكة والتي تشوه ديانة أرادها الله للبشر، وهي الديانة المسيحية. نعود مرة أخرى إلى السؤال الذي يطرح نفسه، أين الحل؟ أين الحل؟ أين هو الحل؟ والإجابة التي تفرض نفسها، لا حل إلا في المسيح يسوع، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. نعم. نعم. وحل المشاكل اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، حل مشكلة يواجهها الإنسان، الحسد والغيرة. روح الحسد والغيرة. بيصاب الإنسان لأن الخطية دخلت حياته، ومن مظاهر هذه الخطية هي الحسد والغيرة. نعم. كتير، زي مثلا خوات يوسف لما حسدوه وكانوا عايزين يقتلوه وباعوه، حسد.
فالحسد موجود في حياة البشر من أجل الخطية، زي قايين ما حسد هابيل وقتله، حسد وغيرة. لكن إزاي تتحل؟ عندما يقبل الإنسان المسيح في قلبه بيعطي حبا بدل الحسد، يعطي حب للخير بدل الغيرة من الغير. ولذلك في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 وعدد 7 يقول: من يحب يعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. نعم. وعلشان كده، عشان إحنا نتمتع بهذا الحب الإلهي، بناخد الله في قلوبنا، مش بنحده، لا، زي ما بتخترق الشمس نافذة الغرفات وتدخل إلى أعماق الغرف فتطهرها. نعم. هكذا نطلب من الله أن يدخل إلى قلوبنا بروحه القدوس، روح المسيح يسكن فينا، فيعطينا هذا الحب وفيض الحب. عشان كده يقول لك في رمية 5 آية 5: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فأنت اطلب عزيزي الفاضل، عزيزي المستمع والمشاهد، اطلب، قل له: يا رب أريد أن أمتلئ بروحك القدوس ليطهرني من كل خطية، وينزع مني كل شر وشبه شر، الحسد والغيرة والضغينة والبغضة، يشيل كل شيء لكي أكون على مثالك، روحك القدوس يطهرني. آمين. إن طلبت من قلبك الرب استجاب لك. آمين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعلم الكتاب المقدس قلب الإنسان نجيس من يعرفه. وفي ختام هذه الحلقة نشارك معكم ما قاله النبي داود في المزمور 103، حيث قال: الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله، الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا، كما يتراءف الآب على البنين يتراءف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن، الإنسان مثل العشب أيامه كزهر الحقل كذلك يزهر، أما رحمة الرب فإلى الأبد والدهر على خائفيه. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، واللقاء في حلقة قادمة. شكرا.